طير الغراب هو اللي علم قابيل كيف يدفن أخوه هابيل تحت التراب فبعد دفنه لأخوه أصبح الدفن فطرة وتكريم للموت بس بعض شياطين البشر حرفوا في الفطرة وبدلوا فيها وطلعوا لنا الطرق ما أدري من وين جابوها ومن هذه الطرق اللي شفتوها قبل شوية مثل حرق الجثث ورمي الجثة للسباع وللطيور حتى أنهم استخدموا الموتى كسماد وفي بعض المواقع تبيع لحوم الموتى اعوذ بالله زي ما انتم شايفين الموقع اللي قدامكم انا ماني داري ليش ما هو محجوب الى الحين المهم انهم جابوا طرق عجيبه جدا وماني عارف من وين جابوها بس الفطره السليمه ان الموتى يدفنون تحت التراب تكريما له بس تخيل معايا ان في رجل دفنوه تحت التراب بس ان الارض هي اللي رفضته فكل ما دفنوه يخرج خارج الارض يرجعون يدفنونه ويلقونه خارج الارض إيش سوى هذا الشخص الين وصل لهذه المرحله هذا الشخص هو صحابي من الصحابه وهذا الصحابي سوى فعله عظيمه جدا 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 قصه <applause> اليوم هو الجزء الثاني من فتح مكه اذا ما شفت الجزء الاول اتمنى ترجع لك. عشان تفهم الاحداث وتسلسلها الان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن بني بكر هجمت على خزاعة عند الوتير وهذا كله بسبب مشاكل كانت سابقة بين حتى مم. قبل الإسلام واللي فعلتهم هذه نقضوا العهد اللي حصل في صلح الحديبية فأول ما وصل خبر للنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش كبير مكون من عشرة آلاف مجاهد والعشرة آلاف هذولا مو بس من المدينة فكانوا من باقي قبائل العرب اللي أسلمت عشرة آلاف ميب ترى بس العشرة آلاف هذول ما يعرفون وين الوجهة اللي يبغاها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم من دون ما يعلمهم وين الوجه إلا أن في صحابي واحد اسمه حاطب بن بلتع كان حاس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجه لمكة وحاطب كان خايف على بعض أقاربه اللي كانوا في مكة فغلبت عليه المشاعر فأعطى رسالة لمرأة مشركة من مزينة وأمرها بأنها تتوجه لمكة بهذه الرسالة وحاطب لا يعلم بأن ممكن هذه الرسالة تخرب خطة النبي صلى الله عليه وسلم كان بس حاطب ماخذ باله كويس فقال هذه المرأة بأنها تتخذ طريق غير الطريق المعتاد، بسبب أن الطريق المعتاد ملغم بالعيوب، فقامت هذه الفتاه وخبت رسالة حاطب وراحت من طريق ما حد يعرفه أبدا، دامنا راجعنا بعض الأحداث المهمة خذ لك شي تاكله ولا تنسى تتابعني على كل السوشيال ميديا، أكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك، من دون ما نطول بسم الله نبدأ. عشرة آلاف مقاتل جاهزين للغزو على منطقة ما حد يعرفها من الجيش كامل غير أبو بكر البقية فقط عندهم شكوك ناس تقول للروم وناس تقول لمناطق مختلفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبو قتادة راح أبو قتادة للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس شوي دي. وخرج وأخذ معه مجموعة من الصحابة الصحابة يناظرون فمسكوا الصحابة أبو قتادة وسألوه وين وش أمرك النبي صلى الله عليه وسلم به؟ علمنا إذا علمك الوجهة ولا كيف؟ فقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى إضم وإضم هذه منطقة بعد مكة في اللي جاي من المدينة ويبغى يوصل لإضم لابد أنه يمر على مكة وهنا الجيش كامل تيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إضم بس النبي صلى الله عليه وسلم ما يبغى إضم يبغى قريش بس فعل هذه الفعلة كنوع من التمويه لأن أولا طريق إضم ومكة نفس الطريق وإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية خارجة من المدينة إلى إضم فكل الشكوك هنا بتنقطع حتى لو جيش النبي صلى الله عليه وسلم مر من نفس طريق مكة فكل العيون اللي ممكن حطتها قريش قد انقطع عندهم الشك باليقين لأنهم شافوا أبو قتادة اتجه إلى إضافة فإذا شافوا جيش محمد بيعرفون ويتقنون بأنه متجه ولاحق بسرية أبو قتادة مستحيل أنه يقصد مكة أبدا وكل جيش الصحابة كان يعتقد بأنهم متوجهين إلى إضم ما في أي أحد من الجيش يعتقد ولو واحد في المئة بأنهم متوجهين لقريش وبكذا النبي صلى الله عليه وسلم موه تمويه قوي جدا حتى أن سرية أبو قتادة هي مرت على مكة توترت قريش شافوا أبو قتادة وعرفوا بأن مع محمد بس متى ارتاحت نفوسهم يوم تجاوز مكة وعرفوا بأن وجهته لإضم هنا أخذوا نفس عميق وريحوا شويتين. بس سرية أبو قتادة حصل فيها موقف عجيب جدا في يوم خرج أبو قتادة خرجوا مع نفر من الصحابة ومن هذول الصحابة صحابي اسمه محلم بن جثامة الليثية وهذا الصحابي كان بينه وبين رجل من إضم مشاكل مشاكل قوية جدا وكان هذا الرجل اسمه عامر ابن الأضبط في يوم وصلوا الصحابة لإضم اللي يمر بهم رجل على بعير ومعه متاع ولبن وخير يعني طبعا أغلب إضم مشركين والصحابة رايحين لإضم كسرية يعني مليانين أسلحة يعني. في اللي يشوفهم يعرف إنه جيش بس يوم قربوا من هذا الرجل إلا بهذا الرجل يرفع يده ويسلم عليهم بتحية الإسلام ردوا الصحابة عليه السلام هذا الرجل مسلم ردوا عليه السلام وأمنوه ما سووا له شيء أكيد إنه مسلم بس يوم قربوا منه إلا هو عامر بن الأطب. اللي بينه وبين محلم مشاكل طالع فيه محلم وعرفه ما قدر يتحمل محلم وقام بسيفة عليه يقاتله إيش قاعد يسوي هذا الرجل مسلم بس ما أمد الصحابة يفرعون بينهم إلا براس عامر على الأرض قتله الصحابة يناظرون وش ذا المصيبة هذا الرجال واضح انه مسلم ومحلم قتله بس ما اكتفى محلم هنا اخذ متاعه وبعيره واغراضه كلها كل الخير اللي كان معه أخذه محلم وكملوا طريقهم الى <applause> بس يوم وصلوا إضم ما لقيوا لا جيوش ولا في اي مقاومة منهم ابدا ما لقيوا اي جموع في إضم فرجعوا الصحابة معهم اغراض عامر بعيره وباقي اشياء محلم ما يدريش المصيبة اللي جابها ما كان يعرف ابدا الين وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم وشافوا باقي الجيش المتاع اللي رجعوا فسئلوا من وين جالكم هذا؟ دامكم ما لقيتوا جمع. قاموا الصحابه يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، وعلموه ان محلم قتل هذا الرجل اللي سلم عليهم بتحيه الاسلام، فسال النبي صلى الله عليه وسلم محلم: اقتلته بعد ما قال اني مسلم؟ قال محلم انما قالها متعودا يا رسول الله، خايفا من ان نقتله، شاف جيوشنا وخاف ان نقتله، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ يا رسول الله لو شققت عن بطنه لكنت أعلم ما في قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه لنت اللي قبل إسلامه ولا أنت اللي شققت عن بطنه وعرفت ايش اللي في قلبه وش يرضيه اذا انت قتلت هذا فايش اللي يردك انك تقتل البقيه قال استغفر لي يا رسول الله وهنا جاءت الصدمه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غفر الله لك تخيل نبيتي على شخص بهذه الدعوه شوف حرمه دم المسلم في الاسلام قتل المسلم من السبع الموبقات وذكرت بعد الشرك مباشرة شيء لا يستهان فيه ابدا وهنا انزل الله سبحانه وتعالى هذه الايات فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبرا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كان لها أثر على حياة محلم فبعد سبعة أيام فقط من هذه الحادثة مات محلم وذهب إلى الله سبحانه وتعالى بما قد في يوم دفنوا محلم وخلصوا من دفنه ورجع كل واحد لبيته جول اليوم الثاني ولقوا جسده خارج القبر فقاموا يقولون يا رجل شكلنا حنا نسينا أن ندفن مع شيء مستحيل يصير يعني ولكن لعله أن الشيطان لعب علينا وخلانا نرجع على لبيوتنا قبل ما ندفن او ان القبر قبل ما نحطه في القبر شيء عجيب او ان في عدو من الاعداء نبش قبر رجعوا ودفنوه مره ثانيه بس هذه المره امروا بعض الغلمان يحرسون القبر ويراقبونه بس الصدمه ان اول ما اصبح الصبح لقيوه خارج القبر ناظروا في بعض وجلسوا يتناقشوا وقالوا بان الغلمان شكلهم نعس ما حرسوا القبر حراسه مضبوطه يعني ايش رايكم نحرس القبر حنا بانفسنا لازم نحرس حنا بانفسنا ونشوف ايش اللي جالس يصير بالضبط يقولون جلسنا عند القبر يراقبون القبر وهم يناظرون يراقبون القبر الا بجسد محلم يخرج خارج القبر امام عيونهم هنا عرفوا بان الموضوع اغرب مما كانوا يتخيلوا فانطلقوا للنبي صلى الله عليه وسلم يخبروا قالوا له يا رسول الله كل ما دفنا محلم اليوم الثاني خارج القبر وكان الارض ما تريد جسده ترفض جسده، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "ان الارض لا تقبل من هو اشر منه ولكن الله احب ان يريكم تعظيم حرمه لا اله الا الله". الله سبحانه وتعالى جعله ايه لكم عشان تعرفون بان حرمه دم المسلم عظيمه عند الله سبحانه وتعالى الى درجه ان محلم هذا الارض بأمر الله سبحانه وتعالى رفضته فيوم عرفوا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا قومه ورموه في مكان بين جبلين وبدوا يرمونه بالحجارة حتى دفنوه بالحجارة ومن بعدها راحوا وتركوه في هذاك المكان ولا رجعوا لها. الله يعافينا مما ابتلاه به بس العجيب أنه مو هو الرجل الوحيد اللي مذكور بأن الأرض رفضته ففي رجل آخر نصراني ادعى أنه أسلم وأرسل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم أنها أسلم والأمور تمام ولكن بعد فترة بسيطة ارتد عن الإسلام وقال لمن حول لا شفت محمد هذا ما يقرأ إلا ما كتبت له تفكرون أن وحي من الله لا يا حبيبي أنا أكتب له أرسل له وهو يتلو على قومه بما كتبت أنا فأماته الله مباشرة فقاموا قومه يدفنون تحت الأرض فرفضت الأرض جسده كل مرة يدفنونه يلقونه خارج قبر أعوذ بالله وكانت هذه من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل مات ولا زال الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خلونا الحين نرجع لفتح مكة تذكرون الإمرأة اللي أرسلها حاطب بن بلتعة كانت متوجهة من طريق ما حد يعرفها ابدا، كانت تمشي الين وصلت لروضة اسمها روضة خاخ، فجلست في هذه الروضة، جيوش المسلمين متجهة إلى مكة، ولكن هم متجهين إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف ويأمر بالزبير بن العوام وأبو مرأد الغنوي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، روضة خاخ اللي فيها الإمرأة اللي أرسلها حاطب، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم فإن بها إمرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن بلتعة إلى المشركين فأتوني بها. الصحابه هم سكوا حاطب بن بلتع فانطلقوا الصحابه الاثنين وكان معهم علي بن ابي طالب في يقص علي بن ابي طالب القصه بنفسه فيقول يقول علي بن ابي طالب انطلقنا مباشره لروضه خاخ يوم وصلنا الا بامراه امام عيوننا امراه على بعيرها مثل ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فركضنا عليها ووقفنا بعيرها وقلنا لها اين الكتاب وين الكتاب اللي معك طلعيه قالت ما معي كتاب الصحابه ما عندهم وقت وراهم معركه وموهم فاضين لللف والدوران كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تلفين والدوري يقول فانخنا بها بعيرة يقول في يوم نزل بعيرها فتشنا كل شيء ندور يمين يسار ما في ولا كتاب فقاموا قالوا ما ما معه كتاب فتشنا كل شيء يقول علي فقمت وقلت لهم لقد علمت ما, ما كذب رسول الله والتفت في المراه وقال لها والذي احلف به لئن لم تخرج الكتاب لا لاجردنك يعني طلع الكتاب ولا حنا بنطلعه بعد ما نفسخ كامل خافت المراه ونزلت على حزامها وطلعت صحيفه من خصرها يقول علي رضي الله عنها اخذنا الصحيفه وانطلقنا للرسول صلى الله عليه وسلم الا بالرسول عند حاطب يكلمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب ما حملك على ما صنعت يرد حاطب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش يعني يا رسول الله أنا ماني من قريش أصلا حاطب ابن أبي بلتعة كان من بنو لخم ما هو من قريش بس كان له أهل في مكة فيقول وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم أما أنا يا رسول الله ما لي أحد يحمي أهلي هناك كل المهاجرين عندهم وأنا مهاجر فأحببت يا رسول الله إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أت أتخذ عندهم يده يحمون بها قرابتي والله لم أفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا عن الإسلام يا رسول الله ولن أرضى بالكفر بعد الإسلام كان قصده فقط يوصل الرسالة هذه لأحد يكون له يد في حماية أهله قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك فقام عمر بن الخطاب وقال إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئت وجبت لكم هنا دمعت عيون عمر وقال: الله ورسوله اعلم، الله ورسوله اعلم. شفت هذا الصحابي العظيم على عظم منزلته ما كان معصوم من الخطا، فضعف عند نفسه ومشاعره واخطأ، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وب ابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل من بعد هذا الموقف حرك الجيش متوجهين بمكة كل الجيش متوجه إلى مكة ويعتقدون بأنهم يتوجهون إلى إضم إلا من اختار النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة بس وهم في الطريق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف والتفت النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة وصلى ركعتين نسيهم قام من الصلاة إلا هو يبكي بكاء من الحزن، فناظر عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بابي انت وامي ما لك يا رسول الله، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم حزين حزن شديد. <applause> الين هنا وصلنا لنهايه جزء اليوم، واللي هو الجزء الثاني من فتح مكه، والله انا عارف اني طولت الاجزاء ولكن التفاصيل كثيره جدا والحقيقه ما تتفوت وما عليكم زي ما وعدتكم باذن الله مجرد ما اخلص هذه الاجزاء راح اجمعها كلها في مقطع واحد وبيصير مقطع طويل جدا اعتقد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته